والله المعاكسات هي ظاهره غير المعاكسات ظاهره سلبيه، واحنا كبلدان اسلاميه يعني هذه ظاهره ما نحبوهاش. الانسان يعني عنده اخواته عنده زوجته، فالانسان معناه يكون يعني لازم نتبعوا ديننا الاسلامي وديننا الحنيف، يعني يقول نحب علينا يعني يبعد علينا المعاكسات، وان شاء الله تكون الامور هيك كويسه باذن الله تعالى ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرة المعاكسات من وجهة نظري هنا في ليبيا أن هي نسبتها قليلة يعني، بس أنا نقدر نلخصها في حاجة واحدة. الظاهرة هذه تكون من جانبين، يعني الجانب الذكري وجانب الأنثوي. أنا نقدر نلخصهم في جهة واحدة اللي هي جهة من ناحية التربية، سواء الذكر أو الأنثى تعود البيت نفسه. يعني الولد لما يبدأ أموره طيبة طالع متربي من بيته تمام، والبنت تلبس محترم باش ما يعكسوهاش الناس.